أعزائنا المشاهدين، كثيراً ما نعاني من مشاكل الظهر، خاصة الفئة العاملة، سواء القاعدة على مكاتب أو التي تمارس مهن وهي واقفة كالمعلمين وغيره. أحببنا أن نتطرق لهذا الموضوع باستضافة الدكتور الدكتور خليل الزريقي، الأستاذ المساعد في كلية الطب جامعة صنعاء، استشاري جراحة العمود الفقري والعظام. مرحبا بك دكتور. كثير يعني من الآلام اللي بيعاني منها أو تعاني منها الفئة العاملة، ما أسباب هذه الآلام ممكن؟ وحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على استضافتكم لي في هذا البرنامج. هي حقيقة أنه نقدر نقول نقسم العمود الفقري لأجزاء، في الفقرات العنقية والفقرات الصدرية وأسفل الظهر اللي هو الفقرات القطنية والعجزية. عادة يعني المشاكل تحصل في منطقة العنق بسبب العنق متحرك أو أسفل الظهر بحكم أنه متحرك. في بالنسبة للفقرات الصدرية بحكم أنه الضلوع ماسك العمود الفقري فلا غالبا يعني مشاكل مشاكلا. لذلك هي الوضع يعني الوضعية سليمة. أنا دائما أقول للمرضى حقيقي أنه يعني حافظ على خلقة الله سبحانه وتعالى، حيث أنه الفقرات العنقية منحنية للخلف، الفقرات القطنية منحنية للخلف أيضا. لذلك الوضعية الخاطئة مثلا يعني تقريبا هو أكثر حاجة في بالنسبة على مسفل الظهر، تقريبا كنا زمان نقول في المؤتمرات يعني 60% فترة في واحد من فترات حياته يعاني من آلم مسفل الظهر، الآن نقول 100%، يعني كل البشر يعني لازم في فترة من فترات حياته يشتكي من وجع في أسفل الظهر. لذلك أسباب عدة متعددة جدا. لو بدأنا في الحاجة اللي هي الوضعيات الخاطئة، هي في الوضعيات الخاطئة طبعا الوضعيات الخاطئة هي الأساس. أولا مثلا الوضعية مثلا لفترات طويلة، يعني يجلس على الكمبيوتر لفترات طويلة مثلا، يعني المفروض الوضعية الصحيحة أنك تجلس حوالي 20 دقيقة، تغير 20 دقيقة وتغير وضعك، يعني كل 20 دقيقة تغير وضعك. إنما يجلس على الكمبيوتر واحد ينسي نفسه فيبدأ يرهق ال يا إما المفاصل الفقرات، أيوة بس مفاصل الفقرات، أو يرهق الغضاريف، أو أحيانا يرهق طبعا الأكثر شيوعا هي إرهاق العضلات، فيحصل شد عضلي فيحصل ألم مسفل الظهر. هذه من ضمن الحاجات. الوضعيات الخاطئة في القعود، المفروض تجلس مثلا شفنا الصور هنا اللي هي اليسار، دي الوضعية خاطئة، إنه الجلسة في وانت في وضعية الانحناء، وضعية الانحناء خاطئة طبعا، زي ما نحافظ دائما نقول بزاوية قائمة، فلما نجلس بوضعية سليمة تكون أقل الآلم. برضو أحيانا معنا كمان لما تيجي تشيل حاجة ثقيلة بوضعية غلط بدون ما تشرك الوزن الظهر مع الركب، تجي تشيل وكل إرهاقك على العمود الفقري، هنا يحصل يا إما تمزق في الأربطة، لا تمزق يعني يحصل أحيانا انزلاقات، ولكن أحيانا أكثر الحاجة اللي هي إنه تمزق في الأربطة أو شد في العضلات. الحوامل برضو، الحوامل يعني كثير تعاني طبعا، أيوة الحوامل بالذات يعني يحصل نتيجة لتغيير في الهرمونات، في الهرمونات الجسم، وضعية كمان زيادة وزن البطن فيزيد آلام أسفل الظهر. هذه الحاجة اللي هي العادية الروتينية اليومية، الجلسة غلط، الانحناء دائما معرف أشياء ثقيلة، هذه طبعا الجلسة فترة طويلة هذه حاجة روتينية عادية. ولكن في حاجة أخرى، طيب دكتور ممكن يكون في مثلا أمراض عضوية في الجسم تؤدي بمشاكل في العمود الفقري أو في العظام؟ ممكن طبعا، ما هي هذه المرض اللي هي مثلا زي ما قالت الأخت الانزلاقة الغضروفية الشائعة اللي هو مثلا يعني طبعا يجي المريض يقول لك ما سبب الانزلاق الغضروفي؟ الانزلاق الغضروفي سببه من أدفع حاجة على حاجة، بمعنى ممكن ارتفاع ضغط البطن زي الكحة، لو سعال سعالة شديدة مثلا ممكن يحصل لك انزلاق طبعا، طبعا فهمت. فإلى حاجة اللي هي الوضعية الخطأ، شلت حاجة ثقيلة مثلا وانت بوضعية مرتخي، يعني الغضروف عبارة عن هو بين فقرتين يخرج من مكانه يضغط على العصب، لذلك يبتدي لك بألم أسفل الظهر، ثم يمتد لايش إلى الرجل، يعني يمتد دائما للرجل في كاملا. وأحيانا يجي مثلا في معه مصاحب بالليش بتنمل، في التنمل يسموها تنمل في مصر سفا، في تعز، خذة في صنعاء، يعني في هنا تقريبا شبه يكون أكيد إنه انزلاق غضروفي. في أشياء كثيرة مثلا اللي هي معاك التضييق في القناة العصبية، برضو أحيانا عمل لك مشاكل، أحيانا فقرات تتحرك الفقرة من مكانه، يعني الفقرة تخرج من مكانه، دي تعمل لك مشاكل، بالذات المريض يعاني من آلم كل ما بدأ ينحني أو يرجع يعني يقوم الانحناء فيشتكي بآلم، يسمونه يعني وقع ميكانيكي البين، يعني مصحوب مع الحركة أساسا، فأكثر حاجة دي يعني شائعة.
طب دكتور عفوا، بالنسبة لو قلنا هل تنصح الأشخاص العاملين بعمل مساج من فترة لفترة؟ لأنه ثقافة المساج مش موجودة عندنا كثير، يعني مثلا في اليابان في الصين تلاقي جهاز المساج موجود في مكان العمل، في شخص بيجي أو يعني أشخاص يهتموا بهذه المسائل، فهل أنت شايف أنه هذه بتحل جزء من المشكلة أو؟ طبعا الرياضة مهمة، يعني سواء مساج أو غير مساج، يعني الرياضة بشكل عام في، ولكن في اليمن مهملة تماما. يعني فهي طبعا يعني مهم انك لازم تمارس رياضة اولا، وتمارس رياضة صحيحة ووقت الرياضة كمان، يعني ما يجيش مثلا واحد عنده انزلاق يجي يعمل لك تمارين وقتها، ما ينفعش. يعني لازم ننهي الفترة الالم والكلام هذا، بدنا نمارس رياضة تقوية العضلات، لانه كل ما قويت العضلات حق العمود الفقري كل ما كانت الصحة احسن. يعني بمعنى دحين لما يحصل مشكلة زي في اسفل الظهر، ايش نعمل له علاج؟ يعني مثلا نقول له احيانا العلاج علاج اللي هو تمارسه انت ممكن تقوي العضلات بالتمارين، ممكن تلبس حزام، ممكن نعمل تثبيت داخلي للفقرات مثلا بمسامير. يعني تخيلي من ايش مثلا انت ايش خلق، يعني تقويه العضلات هذه لدور، بدل ما تلبس الحزام هذا عباره عن ساند خارجي، المسامير ساند داخل الفقرات، والغضلات برضو ثانية تعتبر إيش خارج، يعني بحيث إنه تكون العمود الفقري مسنود بأربطة وعضلات قوية، فالأمور تكون طيبة. طبعاً ينصح يعني وضعيات سليمة، ينصح في التمارين الصحيحة، يعني كل منطقة في الجسم سواء للرقبة سواء لأسفل الظهر، هذا حاجة ضرورية. يعني إنما طبعاً إحنا في اليمن هذا حاجة مش موجودة أصلاً، وعندنا مشاكل كبيرة كمان الأطفال. يعني إنه أنا دائماً أقول يعني ما أنا ما عمل عمليات للأطفال في مصر قليل فترة، ما كنت أعمل كثير حقيقة. إنما في اليمن من شهر تقريبا عملت 2 أطفال عمرهم 15 سنة انزلاقات غرفية، يعني بسبب طبعا ليش العمالة الخاطئة، يعني يشغلوهم شغل من عدم من عمره كم تحمل كل هذا، يعني ثقيل، يعني يستخدم الحقل بين القات بين فتجد انه احيانا تعمل رنين مغناطيسي اللي بنت مثلا عنده عمره 18 سنة، تجد عمر اقول يعني عمود فقري عمره 70 سنة، يعني استهلك قلة اللزوقة في الغضاريف، يعني تآكل الغضاريف، احتكاك منفصل الفقرات، يعني لا يعني 71 سنة. وكمان في ممكن مشاهد يرجع لشيء اسمه رياضة مكتبية مثلا، الناس اللي عملهم روتيني على طول فوق المكتب، روتيني فوق المكتب. أنا أقول له حتى لو ما عندك شوف الأجنبي ايش يعمل، أنا دائما أقول في المرضى برضو حقي شوف التلفزيون الأجنبي كيف يعيشوا حياتهم، عيش حياتك كذا، يعني هي الحاجة الصحيحة. الكرسي حتى الأجنبي يعمل لك أسفل الكرسي بروز كده حتى أيوة. فأنا أقول للموظف أقول له حط مخدة صغيرة أسفل الظهر، يعني حاول قدر ما تستطيع تغير وضعك، يعني تجلس بزاوية قائمة، ارفع الكيبورد لما تشتغل الكمبيوتر، ما تجلسش منحني كده. لكن نقول المرض بين هنا بين أسفل الرقبة، نقول مرض الكمبيوتر أسفل الظهر، عادة نقول مرض السواقين خطوط طويلة إنه جالس فترة طويلة وضعية واحدة وهذا خطأ. فلذلك يعني زي ما قلت لك، يعني إذا ما عندك الكرسي المناسب حاول تعمل إيش المخدة صغيرة فترة بسيطة تغير وضعك وترجع تجلس ثاني، إنما تجلسش بالساعات وتجي في الآخر تقول لي عندي وجع أسفل الظهر، أو تجلس كمبيوتر 10 ساعات ولا مش عارف كم وتجلس تقول عندي وجع في الرقبة وبين اللوحين هذولا. طب عفوا دكتور، حتى على مستوى إنه مثلا لما يجي ينام شخص أحيانا يصحى من النوم ويحس بألم غير عادية في الرقبة، هل الغلط من الفرش من المخدة من وضعية نومه؟ طبعا هو شوف في نظرية خاطئة للأطباء كمان مش للمرضى، إنه يقول لك للمريض ينام على الأرض. على الأرض. على الأرض. أنا دائما أقول للمريض اللي يقول لك الدكتور يقول لك نام على الأرض، قل له نام يا دكتور أنت على رصيف الشارع. قرب يوم نافع على رصيف الشارع ورد عليا، قل ايش بيكون موضوع وضعك. هي الحقيقة يعني انه النوم لازم يكون في حاجة طرية الى حد ما، ولكن ليس رخوة، يعني سوبر كويس القطن احسن حاجة طبعا، يعني بحيث انه العمود الفقري مش زي حاجة مستقيمة يعني زي المسطرة عشان يرقد على حاجة صلبة، يعني العمود الفقري متعلق طبعا انك تنام على موكت او على الارض على الرصيف، يعني رصيف الشارع وما يقولوا كده صحيح طبعا كلام مش انا اسأل قريب يرقد برصيف الشارع انت يوم قريب حفظ يعني كيف اقول لك اذا كان شيء كويس خلاص خلي المريض يرقد على رصيف الشارع خلي رصيف الشارع، يعني المنطق يعني فهمت، لانه العمود ليس حاجة صلبة على حاجة صلبة، يعني لكن صح العمود فيه انحناءات في انحناء للخلف للفقرات العنقية، في حين الأمام فقرات الصدرية، انحناء للخلف الفقرات القطنية، لذلك لازم يحصل أدابتيشن تكيف، لازم يكون في حاجة طرية تحتك شوية تملي الفراغ، لما يكون هذا بالنسبة للفرش طبعاً، يعني لازم يكون مخدة صغيرة طبعاً، مخدة صغيرة، لأنه في ناس ما يعرفش ينام إلا بالمخدة، يقول على مكرت، يقول يرقد على مكرت، يعني كيف يعني هو في أعذر لبعض المرضى اللي هم مرضى في القلب ما يعرفش ينام على حاجة صغيرة،
هذا له عذره يعني نفس. ايوه فهم كيف عشان ارثبني يعني، فدائما يركض على حاجه ثلاث مخدد. انما المريض العادي يعني لازم يعني طبيعي انه ارهاق نفسك، انت ترقد يوم برغبتك معوقه كذا بس ساعتين فقط، لازم ساعه مؤلمه طبعا دكتور. ارهاق العضلات احيانا مشاكل بالضبط، مشاكل العضلات عندنا يقولوا اجاله ريح ضربه بارد او شيء عصبه، هذه العصبه طبعا اي الم على طول يحولوا العصبه. أيوة. روح اضربوا له ابهه العصبه. هي العصبه يعني هي شوفي مثلا دحين برضه الوضع النظري الخاطئ اللي يقول لك انه ضع عصب، ليس عصب هذا عضله تمام، حتى هذا مثلا اللي هو هذا ليس عصب هذا وتر عضله. العصب يعني خيط عباره عن هو اللي يغذي العضله تتحرك ما يبنش، فهو يعني التسميه خاطئه ولكن هي بالاخر شد عضلي سواء سميتها متنة في تعز أو عصبة في صنعة، ولكن هي إسبازم شدة في العضلات، العضلة الذي أرهقت سواء بالبرد تعرضت لبرد فحصلت تقلصات يعني إسبازم تقلص، أو مثلا وضعية غلط فحصل لك تقلص في العضلة هذه ألم شديد وتجيب لك الألم شديدة، وغالبا وضعية خاطئة تجيب ألم، ألم يجيب وضعية يجيب شد عضلي وهكذا دائرة مغلقة. لذلك لازم نوقفها بالذات العصبة اللي هنا أو نلبسهم إيش طوق او حزام للرقبه بحيث نريح العضله من الخلف تبدا تقل. وذلك نقول للمريض دائما 90% عليك و10% على الطبيب بالنسبه للالام للعصبات، لان وضعيات اغلبها وضعيه خاطئه، وضعيه خاطئه فلذلك تجيب له علاج يتحسن يرجع يعمل وضعيه نفسه يرجع على الام ثاني. طبعا فني دكتور انا بستغل وجودك طبعا واستشيرك لانه بس يعني لاحظت انها موجوده عند كثير من الناس مش انا فقط، يعني انه مثلا انا في البدايه كنت اشتغل في مجال التدريس، مجرد وقوفي في الصف لفترة يعني خصوصا في الأسابيع الأولى الشد العضلي اللي صاحب الوقوف أو الجلسة المكتبية يعني شيء غير عادي، فمش عارفة إيش الارتباط بين أنت واقف أو جالس. لو أنت المدرسين غالبا يقول لك الوقفة، لا هي الوقفة فترات طويلة ترهق العمود الفقري طبعا. الحاجتين المهمين الجلسة فترة طويلة والوقفة فترة طويلة، لأن بس أنت قاعدة في المدرس ما توقفش وقفة بمكان واحد تتحرك، ولكن عادة المدرس إيش صح دفاتر كثير لفترة طويلة يجلس يحضر دروس، فهو بدون ما يشعر أولا جلسة فترة طويلة تصيب له ألم أسفل الظهر، جلسة هو منحني داني يصحح أو يعمل تصيب له ألم في الرقبة شد عضلي في الرقبة، فهذا مشكلة المدرس يعني. دكتور بشكل عام كيف ممكن يعني نتلافى مشاكل الظهر وآلام ونكون وقاية خير من العلاج يعني كرسالة أخيرة؟ هو طبعا يعني معك طوائف الستات طبعا يعني اللي هم يشتغلوا كثير يعني او الحوامل هذه لهم مثلا وقايه انهم قد ما يستطيع طبعا الوزن يعني انه تقلل الوزن، انه غالبا بالذات في اكثر الدول ومن ضمن اليمن برضه الى حد كبير الوزن زايد بالذات في الحريم، فهذا يعني انقاص الوزن عاده ايش؟ يعني دائما اقول لهم الحالي بالذات والدسوم، الحالي يتحول لدهون في الجسم، تجي تشرب يقول لك ما اكلش حالي، يقول لك اشرب شاهي في اليوم يقول لك ثلاجتين، ما هي اصلا سكريات. فهمت كيف؟ فهنا لازم مثلا نحاول ننقص درجة أساسية. فهمت كيف؟ يعني بالذات ألم أسفل الظهر يعني في الركب كمان ينتقل. معك الوضعيات السليمة، ممارسة الرياضة هذه أهم حاجة في الموضوع. وضعيات سليمة في النوم في الجلوس؟ كل شيء طبعا. ممارسة الرياضة. بشكل شبه يومي. شكرا جزيلا دكتور على المعلومات القيمة اللي أفدتنا بها، ونتمنى بإذن الله أنه المشاهدين استفادوا وركزوا على بعض الملحوظات اللي ذكرها الدكتور. شاكرين لكم حسن المتابعة، وتابعونا في الفقرة الجاية. مشاهدينا أحيانا في أماكن العمل تواجه الموظف مشاكل عديدة مع مديره، قد يكون هذا المدير متعنت، قد يكون مصاب بحالة غيرة من نشاط موظفه، وقد يكون الموظف هو المخطئ ولكن لا يشعر. المدير بالنسبة لنا كالأب أو الرب في العمل فيجب علينا الاقتداء بما ينصحنا به أو الالتزام به، فإذا واجهت أنا أي مشكلة أو بما تخصني في العمل فإذا كنت أنا الغلطان أو وأواجه أنه حالة من الاستنفار أو فأحاول أن أنسحب، وإذا كنت على قد الصواب. إذا واجهتني مشكلة مع مديري أتعامل معه بلطف وباحترام واحترام ذات البين، هذا هو المهم، وأخذ رأيه بالقرار واحترام أسلوب الآخر وراحة البال، والمهم إذا خطأ إنسان بأي أسلوب فالخطأ يكون نحب أخطاء من نحب حتى نحيا مع من نحب. إذا واجهتني مشكلة مع المدير وأنا كنت سبب في هذه المشكلة
فأقوم في بشرح وجهة نظري للمدير وإيش سبب المشكلة اللي ممكن وصلنا لهذا حتى يتم التفهم. وأحب أواجه المدير يعني في هذه المشكلة، المواجهة أفضل. وإذا كان المشكلة سببها يعني من جهة المدير يعني فهذا طبعا بيجعلني أعطي نوع من الأريحية للمدير حتى يعني بدون ما أدخل معه في شجار ولا شيء. وأهم شيء استمرارية العمل ونجاح العمل بالأخير. فالمشاكل هذه بتعبر، ما في مؤسسة أو عمل إلا يكون في مشاكل، وهذه المشاكل عبارة عن عقبات وتحديات حتى ترتقي بسلم العمل. إذا واجهتني مشكلة في المدير أتعامل معه تلقائي بشكل مبسط. أول شيء التفاهم في الإدارة مع المدراء، وثانيا إذا حصل له غير تفاهم مع الطرفين أذهب فورا إلى المدير وأتفاهم معه، إذا لم يقبل أترك العمل مباشرة وأذهب. أعزائنا المشاهدين، فقرة طبية اخترناها لكم، أتمنى أن تنال استحسانكم وأن تستفيدوا منها. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا، نتمنى أن تكون فقراتنا قد نالت استحسانكم. لدينا الكثير من الفقرات الممتعة والمفيدة في الحلقة القادمة إن شاء الله، انتظرونا. إلى اللقاء.